النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا كان دائما بيغتنم الفرص عشان يعلم الصحابه امور دينهم ويعرفهم بصفات ربنا سبحانه وتعالى. بعد انتهاء غزوه الطائف واثناء عوده الصحابه ومعاهم اسرى المشركين، لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم امراه عماله تبحث بين اقدام الناس وبين الدواب وعماله حاجه كبيره ضايعه منها. فما لبثت ان وجدت صبي صغير رضيع فاخذته من بين الناس والصقته بصدرها ترضعه. كان ابنها تايه منها وخايفة أنه يكون مات أو فقدته، بمجرد أنها وجدته أخذته عشان ترضعه، لأنها خلاص كده بدأت تطمن عليه ويطمئن قلبها. استغل الفرصة النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الصبي وقال لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ فقالوا كلهم في نفس واحد: لا يا رسول الله. استنكروا أن واحدة ممكن تعمل هذا بولدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله عز وجل أرحم بعبده من هذه الأم بولدها. لكنك تتخيل كمية الرحمة اللي الأم بترحمها لابنها، والإنسان اللي تزوج وأنجب عارف المعنى ده كويس. رحمة الأم بولدها عمرها ما تفكر تأذيه، بالعكس إنها تفديه بروحها. الله عز وجل أرحم بك من هذه الأم بولدها. دايما ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، استحضر دايما رحمة ربنا بيك، ما تيأس أبدا من رحمة ربنا ولا تكن كالشيطان، لأنه هو الذي آيسه الله من رحمته. إذا أذنبت ذنب ارجع لربنا سبحانه وتعالى واعرف أنه هيقبل توبتك. إذا أشفقت على نفسك من الذنوب أو من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، دايما ربنا فاتح باب التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. خليك دايما قريب من ربنا، ما تيأس من رحمة ربنا. إذا عملت ذنب اهرع إلى ربنا بسرعة وعود لربنا وقول: يا رب أذنبت ذنب، توب علي. تأكد أن ربنا سبحانه وتعالى هيتوب عليك ولن يرد يديك خائبتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.